في حرامي الثاني جاي بيتك من فاضي عاد أصلا بيتم في اللي اسمه في شيء. خليني بس أشوف مسوي. أول مرة أشوف حرام بتنكر على شكل طفل. أول مرة أشوف حرام مؤدب. صباح الخير. ويت الحما تحقيق طفل. بسم الله كيف طفل كذا انت راضي بروتين؟ الو انت حي؟ الو ايوه صباح الخير اختي انا جاي هنا من بيتنا. لحظة ايش قصدك هي امك؟ انت جاي من هنا وحدك؟ ايوه ابوي مو وصلني. من ابوك زين؟ ابوي هو نفسه اموش. ها؟ ابوي خلي عاش معاش من الليبلنج بطاطا حلو. زي كيف يعني تعيش معاي؟ ما اعرف هو بس طايق كنميل دهت. لا انزل لحظة اصبر. تبغى تقول لي معقول ما خبرتني ان عندي اخ. الو؟ الو ما؟ ليش ما خبرتني ان عندي اخ؟ اسفة لكن اي واحد؟ نسي توني على عايشة معاي الأبد؟ أيوة يعني أنتم ما محتاجين ولا إيش؟ أيوة نحن ما باينا وش اللي عندش ما حد قرام نشتريه. أوكي باي. هلا لازم نحطك هنا عشان ما تسوي ولا مشكلة. زين حبيبي خلاص ما تصح ما تصح خلاص ما تصح حبيبي هادوك العاب. بروح اشوف التلفزيون شوي بجلسوا هناك لما يمنش. على الاقل بستفيد منك اللي ابيع في السوق الهرم. بس ودي انا من زمان ما نمت بس خوف حركة. بسم الله توني قاس اقول باي انا مجيت. بالله انت كيف قشعت هذاك الحديد؟ قشعته بهذا. اوكي حبيبي انت بتجلس هنا ما تسويش ايش تحب تشوف انت في التلفزيون في يوتيوب. شباب البوم افلام تركية قطش يالفين انمي كذا شيء. اعوذ بالله من ذا القل. وين ايام سبيس تون الله يرحمها. حبيبي عيب ما تسوي كذا مرة ثانية. اوكي حبيبي عيب تمام؟ تو انا الشغل بشرط احسن لي وبس كذا انتهت اول حلقة من سلسلة احلام العصر بدون مكيف باللهجة العمانية. بروح انام.